السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في فيديو جديد في كورس المانجيريال اكاونتنج. وهنبتدي أول فيديو بعنوان وات از ذا مانجيريال اكاونتنج. طيب إيه الكونتنت بتاع الكورس كله؟ كونتنت هنتكلم عنه الفيديو الجاي. الفيديو ده مجرد انترودكشن. طيب إيه اللي هيتم في الفيديو دوت، أو هناخد إيه في الفيديو دوت؟ يعني هنقسم كلمة مانجيريال اكاونتنج ديت نصين، هنعرف الأول الاكاونتنج لوحدها، بعد كده مانجيريال أو المانجمنت لوحدها، بعد كده هنعرف إيه هي المانجيريال اكاونتنج، بعد كده هنقارن ما بين المانجيريال اكاونتنج والفاينانشال اكاونتنج وما بين الكوست اكاونتنج ومانجيريال اكاونتنج، وهنتكلم عن الابلكيشن وفي السيستم ابروتش والمانجيريال اكاونتنج. ونبتدي اول حاجه وات از اكاونتنج، يعني ايه اكاونتنج؟ اكاونتنج بكل بساطه كده از بيجنينج اكاونتنج مجرد ساينس اند ارت، علم وفن، يعني مجرد كده قواعد بنمشي عليها وتاخدها بقى تطبقها عندك. طيب هل في الديفينيشن دوت هو اللي ماشي؟ لا، ده الاكاونتنج حصل فيها تغييرات كتيره وحصل مرت بكذا مرحله من الديفلوبمنت او التطوير، ودوت ادى انه ظهر للاكاونتنج 3 ديفينيشن. طيب هل 3 ديفينيشن ديت مجرد اختيارات كده او عشوائي؟ لا، ده كل ديفينيشن بيدل على مرحله معينه. نبتدي باول حاجه عندنا، اول ديفينيشن بيقول لك اكاونتنج از عباره عن ايه؟ ريكوردنج، كلاسيفيكيشن، سمرايزيشن، تابليشن اوف فاينانشال اوبريشن تو بروفايد انفورميشن ذات سيرف اليوزرز. طيب قبل ما نتكلم عن الديفينيشن دوت، خلينا متفقين كده عن حاجه معينه. فاكرين اكاونتنج 1، اكاونتنج 2، بارتنر شيب، كوربريشن، الاربع محاسبات اللي خدناهم دول كده بيسموهم فاينانشال اكاونتنج او بيزك اكاونتنج. تمام، بعد كده خدنا كوست اكاونتنج والمانجيريال اكاونتنج بقى موضوعنا دوت. فالمهم يعني الاول اربع محاسبات اللي خدناهم دولت ده هي ديت الفاينانشال اكاونتنج. ديت لو تفتكروا فيها كنا بنطبق حاجه اسمها الاكاونتنج سايكل. الاكاونتنج سايكل كانت بتبتدي بالجورنال انتري وتنتهي بالفاينانشال ستيتمنت، وكانت مكونه من 8 خطوات: جورنال انتري، بعد كده تي اكاونت او الليدجر، ادي كده ترايل بالانس، ادجاستنج، كلوزنج، ترايل بالانس افتر ادجاستنج، وقصه كبيره كده لو تفتكروها. هي ديت يعني الديفينيشن ده بيدل على المصطلح ده، او اللي هي اكاونتنج 1 و2 الحاجات دي كلها. مجرد بس ريكوردنج، كلاسيفيكيشن، سمرايزيشن، تابلايزيشن. ريكوردنج اللي هو الجورنال انتري، كلاسيفيكيشن ترايل بالانس، سمرايز سوري كلاسيفيكيشن اللي هو الليدجر والحاجات ديت، السمرايزيشن في الترايل بالانس، التابليشن في الفاينانشال اكاونتنج. بس خلي بالك لايه؟ للفاينانشال اوبريشنز. فاينانشال اوبريشنز الاكاونتنج بتهتم بيه الفاينانشال اوبريشنز اول. خلاص، دي يعني اكاونتنج، اكاونتنج 1 و2 اللي هي فاينانشال اكاونتنج او البيزك اكاونتنج. خلاص، طيب بعد كده بقى قال لك ايه؟ ظهر جماعه قال لك لا، احنا مش هينفع نسيب مهنه المحاسبه كده بدون معايير او بدون حاجه، لا احنا هنحط معايير كل يمشي عليها، اي حد يطبق محاسبه يمشي عليها. خلاص، الجماعه دولت اسمهم ايه؟ اسمهم الاياسب، انترناشونال اكاونتنج ستاندرد بورد. دولت اصدروا معايير، خلاص اصدروا معايير للمحاسبه. فجت امريكا قالت ايه؟ لا احنا مش هنلتزم بالمعايير دي، احنا هنعمل معايير خاصه بينا. فعملوها في حاجه اسمها الفاسب، الفاينانشال اكاونتنج ستاندرد بورد. خلاص، بقى كده في مشكله عندنا، دولت عندهم معايير ودولت عندهم معايير. خلاص، طب انا امشي بايه؟ انا اطبق بايه؟ يعني اطبق ايه انا عندي في المنظمه؟ كده بقى في نظام امريكي ونظام تاني، انا اعمل ايه؟ فاقترحوا مشروع كده مشترك بينهم عشان يوحدوا المعايير، وبالفعل ده حصل، وعملوا معايير اللي هي اسمها ايفرس، اللي هي اختصار ل International Financial Reporting Standard، معايير الدولية لإعداد التقارير المالية. خلاص، طيب كده يعني مهنة المحاسبة أو مجال المحاسبة لا بقى أوسع، وبقى حاجة يعني في ليها معايير، فطبيعي الديفينيشن يتغير، ما ينفعش الديفينيشن يفضل هو هو، لأن حصل تغيير في مهنة المحاسبة. فالمهم الديفينيشن يتغير لإيه بقى؟ تاني ديفينيشن قدامكم ده اللي هو Accounting is Recognition Measurement Disclosure، لإيه؟ لـ Financial Operations. طيب يعني إيه اعتراف وقياس وإفصاح؟ اعتراف أو Recognition ديت بتتاكد ان كل ايتم متفق مع المعايير او متفق مع التعريفات الموجوده في الفاينانشال ستيتمنت. بمعنى مش فاهم حاجه، انت عندك مثلا اللاند ديت اسيتس، طب عرفت منين اللاند اسيتس؟ مين اللي قال ان اللاند اسيتس؟ اه لا، ده في الايفرس اللي هي المعايير المحطوطه قالت لك عرفوا الاسيتس، يعني ايه اسيتس؟ خلاص، فانت بقى تشوف كل البنود اللي عندك. اه مثلا اللاند ديت حاجه معايا انا بملكها، بغض النظر عن ايه الديفينيشن بتاعها، بس اه ديت اسيتس، خلاص يبقى كده اسجلها اسيتس. خلاص، يعني مقصود بيه انك الاسيت تسجل كاسيتس، اكسبنسز تسجل كاكسبنسز، بكل دوت بترجع لمين؟ هترجع لمعايير اللي هي الايفرس اللي هي متسجل فيها كل الحاجات ديت. طيب تاني حاجه الميجرمنت، ميجرمنت انك لازم تقدر تقيس تكلفه او تقدر تقيس الحاجه اللي انت بتعمل لها في الاكونت او بتحسب لها، يعني بتعمل لها جورنال او فاينانشال ستيتمنت او اي حاجه لازم تقدر تقيسها. تمام، وده في طرق كتير بقى لها هيستوريكال ميثود، وفيها طرق كتير يعني ايه من غير ما نخش في تفاصيل. تمام، والديسكلوجر طبعا علشان اللي هي الافصاح اللي بيتم فيه الفاينانشال ستيتمنت. بس بص بقى زودوا حاجه جديده، قال لك ايه؟
بروفايد انفورميشن تو ميك الديسيجن. مين اللي هيميك الديسيجن؟ اكسترنال يوزر هيميك ديسيجن لما يشوف ال والانترنال يوزر طبعا كله هيميك ديسيجن خلاص لما يشوفوا اداء الشركه بناء على الفاينانشال ستيتمنت لما يشوفوها، هل يقرروا بقى مثلا يستثمروا في الشركات ديت ولا لا؟ تمام كده؟ طيب وهنا في مصر على فكره بناخد المعايير ديت خلاص وبنترجمها وبنطبقها عندنا هنا في مصر، تمام؟ طيب مع تقدم التكنولوجي بقى الديفينيشن برضو اتغير، ما فضلش هو هو، خلاص بقى المحاسبه ما بقتش بورقه وقلم بقى وتكتب، لا ده دلوقتي بقى في ايه؟ بقى في انفورميشن سيستم، الاكونتنج بقت تعتمد على انفورميشن سيستم او سيستم هو اللي بيظبط بقى ايه المحاسبه كلها، تمام؟ طيب بيقول لك ديبندنج ايه؟ ميجرمنت اند بروسيسنج، ميجرمنت اند بروسيسنج لايه؟ للفاينانشال اوبريشن، يبقى كده فاينانشال اوبريشنز مشتركه ما بينهم، خلاص لان الاكونتنج احنا بنعملها للفاينانشال، حاجات الفاينانشال بس، تمام؟ طيب بص بقى قال لك ايه؟ تو بروفايد ابروبريت اند ريليفنت انفورميشن ذات هيلب مين؟ هيلب الديسيجن ميكر تو ريشناليز هيز ديسيجن، لترشيد قرار. اه محاسبه بقى دلوقتي اتطورت خلاص، فالمحاسبه هترشد قرارك، هتعمل ريشناليز للديسيجن، مش مجرد ميك ديسيجن كده بس، لا دي هتريشناليز الديسيجن خلاص، مش مجرد اتخذ اي قرار كده وخلاص، لا المحاسبه بقت افضل بقى، فيها تطور كبير، فهتطلع لك افضل بديل، او عن طريق المحاسبه هتختار افضل بديل. مثلا عندي بروجكت 1 و2 و3، الثلاث بروجكتات دولت اه حلوين، ممكن استثمر في اي واحد فيهم ماشي. طب لا انا عايز اعمل ريشناليز للديسيجن بتاعي، اقول اه لا والله بروجكت 1 ده افضلهم، انا هستثمر في بروجكت 1 ده، انا كده عملت ريشناليز للديسيجن، تمام؟ ده كده كان ملخص سريع قوي 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 لايه اللي حصل في الاكونتنج. طيب نخش على النقطه اللي بعدها، وات از ذا سيستم؟ ايه هو السيستم؟ لما في ناس كتير لما تقول لهم كلمه سيستم دي يجي في بالهم بقى كودينج وكمبيوتر وبروجرامنج وكده، لا 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 لا، هو سيستم مش مقصود بكده. السيستم ده عباره عن جروب اوف تو اور مور انترليتد كومبوننتس او سب سيستمز، ايه هدفهم؟ بيخدموا كومن بيربز، يعني الاورجنايزيشن، الاورجنايزيشن ديت مثلا سيستم، اي شركه، الشركه دي بسيستم ازاي؟ فيها جروب اوف تو اور مور انترليتد كومبوننتس، فيها ديبارتمنت كتير، فيها اقسام كتير، فيها قسم اتش ار، ماركتنج، برودكشن، كل دول بيخدموا ايه؟ بيخدموا هدف واحد اللي هو مثلا تو ميك بروفيت، تو ماكسمايز بروفيت، خلاص؟ فاي جروب اوف تو اور مور انترليتد كومبوننتس دوت بعتبره كسيستم. طيب ايه الكومبوننتس او الاليمنتس بتاعت السيستم؟ السيستم طبعا مكون اللي احنا عارفينه انبوت بروسيس اوت بوت فيدباك. طب ما تيجي نطبق كده الكونسبت دوت على الاكونتنج، الاكونتنج بتاخد انبوت، ايه الانبوت اللي بتاخد فاينانشال داتا، مش اي داتا كده وخلاص، لا بتاخد الفاينانشال داتا بس، تمام؟ بعد كده بتعمل له بروسيسنج، بروسيسنج اللي هي الاكونتنج سايكل بقى، جورنال، ليدجر، ترايل بالانس، ادجاستنج، كلوزنج، كل ده. بعد ما تخلص ايه الاوتبوت اللي بيطلع من الاكونتنج؟ الاوتبوت اللي بيطلع اللي هو الفاينانشال ستيتمنت، خلاص؟ بعد كده بيحصل بقى الفيدباك او الكنترول ونرجع نعيد الكرر من اول وجديد. طيب وات از مانجيريال، او يعني ايه مانجمنت؟ مش احنا اتفقنا احنا هنقسم المصطلح نصين، مانجيريال لوحدها واكونتنج لوحدها؟ تعال بقى المانجمنت، المانجمنت بيقول لك ريليتنج سكيلز او بروسيس لايه؟ لكنترولينج وميكنج ميكنج ديسيجن اباوت اور بزنس اور اورجنايزيشن اور كومباني. بس المصطلح دوت يعني مش شامل حاجات كتير، مصطلح صغير قوي، قال لك مجرد كنترول وميك ديسيجن اللي هي رقابه واتخاذ قرارات بس، لا هو الكنترولينج مش مقتصر، او سوري المانجمنت مش مقتصر على كده بس، لا ده اوسع من كده بكتير، اللي هي ايه؟ مكونه من فور فانكشن مانجمنت، بلاننج، اورجنايزنج، دايركتنج، كنترولنج. هتقولي طب فين الميكنج ديسيجن هنا؟ لا ما الميكنج ديسيجن موجوده في الاربع مراحل، في الاربع مراحل دولت بنتخذ القرارات فيهم، وفي الاخر الكنترولنج اللي هي الرقابه. طيب نبتدي بقى ليه الشغل المهم، وات از ذا مانجيريال اكونتنج؟ ايه بقى المانجيريال اكونتنج؟ ايه موضوعنا النهارده او موضوع الكورس بتاعنا؟ قال لك مانجيريال اكونتنج از ا برانش اوف اكونتنج، ماشي ما فيهاش حاجه، كونسيرند ويز ايه؟ بروفايدنج اكونتنج انفورميشن. طيب لمين؟ تو اسيست المانجمنت. اه دخلنا بقى، قال لك ايه ده مانجمنت؟ مين المانجمنت؟ مش المانجمنت دوت انترنال يوزر؟ اه بتساعدهم في ايه؟ بتساعدهم في الميكنج بلاننج اند كنترول الديسيجن، تمام؟ طيب بس المصطلح ده برضو مش شامل، تعال بقى ناخد المصطلح اللي هنمشي بيه اللي هيفهمك يعني ايه مانجيريال اكاونتنج. طيب قال لك ايه بقى؟ قال لك مانجيريال اكاونتنج از انفورميشن سيستم، حلو عرفنا يعني ايه انفورميشن سيستم، بستخدمه في ايه الانفورميشن سيستم ده؟ تو جذر فاينانشال، هل فاينانشال انفورميشن بس؟ لا قال لك بقى ايه، فاينانشال اند نون فاينانشال انفورميشن. اه هنعرف بعد كده ان المحاسب الاداري دوت بياخد داتا من اي حته هو عايزها، ماركتنج، معلومات عن الماركت، معلومات عن الماركت ديت دي نون فاينانشال انفورميشن، صح؟ وبجانبه طبعا بياخد الفاينانشال انفورميشن عادي خالص. طيب وبعدين قال لك خلاص احنا دلوقتي جمعنا الفاينانشال والنون فاينانشال انفورميشن، هيعمل بيهم ايه؟ هيديهم للانترنال
ان اليوزر اللي هم المانجمنت هيستخدموا في ايه؟ تو راشنلايز زير ديسيجن. اه خلاص كده بقى كان مانجر للاكونتنج عباره عن انفورميشن سيستم بتجمع الفاينانشال والنون فاينانشال انفورميشن بالشركه، محاسب الاداري في الشركه، بيروح كل الاقسام اللي في الشركه، بيروح البرودكشن، بيروح الماركتنج، بيروح الاتش ار، بيروح من حقه يخش اي قسم في الشركه ياخد الداتا اللي هو عايزها. هيعمل ايه بالفاينانشال والنون فاينانشال انفورميشن دي بعد ما جمعهم؟ هيستخدمهم في ايه؟ هيديهم للانترنال يوزر اللي هو المانجمنت. هيعمل بيه ايه المانجمنت؟ هيرشنلايز زير ديسيجن، هيرشد القرار. واتكلمنا يعني ايه رشنلايز الديسيجن من شويه. خلي بالك بقى حاجات مهمة قوي. مانجيريال اكاونتنج ديت از نوت ريكوايرد تو ادهير تو الجاب جنرالي اكسبتد اكاونتنج برنسبل اند اكاونتنج ستاندرد. مانجيريال اكاونتنج مش بتتبع اي اكاونتنج ستاندرد، اي جاب، اي فريس، اي اكاونتنج ستاندرد، لا ملهاش دعوة. امال بتتبع ايه؟ لا ده بيبقى ايه، رولز او ستاندرد بتتحط جوه الشركة. كل شركة بقى ولها تفاصيلها، تمام، او كل يعني اورجانيزيشن ولها تفاصيلها، هي اللي بتحط الرولز ديت وهي اللي بتحط التفاصيل ديت، هم اللي بيتفقوا عليها. خلاص بس مفيش معايير موحدة للمانجيريال اكاونتنج. خلاص لان كل شركة زي ما بقولك كل شركة ولها تفاصيلها. والمحاسب الاداري من حقه يخش اي قسم في الشركة ياخد المعلومة اللي هو عايزها منه، اتش ار، ديبارتمنت، برودكشن، اي حاجة براحته. طيب حاجة تاني، مانجيريال اكاونتنج از كونسلتنت رول تو مانجمنت نون اكزكتيف. يعني ايه كونسلتنت مش اكزكتيف؟ يعني رأيه استشاري مش تنفيذي. يعني ايه استشاري؟ مش بتسمع مثلا يجيب مستشار مالي، يجيب مستشار فني، كل المستشارين دوت بيقترح عليك والله بص احنا ممكن نعمل 1 2 3. طيب هل اجباري اللي عليك؟ هل فرضك انك تعمل 1 2 3 دوت؟ لا ده مجرد بس استشاري بيديك رايه بس. والله انا من رايي انك تاخد تاخد المسار الف بدل ما تاخد المسار ب. خلاص ده رايه، تمام. طيب المانجمنت بقى هو اللي يشوف البديل ده ويشوف البديل ده ويختار افضل البدائل منهم. خلاص طب هل هو فرضك عليك؟ لا ما فرضش عليك حاجه، فبالتالي هي نون اكزيكتيف مش تنفيذي، هي استشاري. طيب بعد كده وات ار ديفرنس بتوين المانجر الاكونتنج والفاينانشال اكونتنج؟ نفرق بقى ما بين دي ودي. فاينانشال اكونتنج ممثله في ايه؟ اللي احنا خدناها بقى في اكونتنج 1 و 2 والبارتنر شيب والكوربريشن. اول حاجه ايه الشبه ما بينهم؟ ايه المشترك ما بين المانجيريال والفاينانشال؟ ان هما الاثنين سب سيستم الاكونتنج انفورميشن. عندي الاكونتنج سيستم ده حاجه كبيره طالع منه اكونتنج فاينانشال اكونتنج وطالع منه مانجيريال اكونتنج، تمام. وعايز اقول لك على حاجه برضو مش موجوده هنا، بس الاوتبوت من فاينانشال اكونتنج بستخدمه كانبوت للمانجيريال اكاونتنج. خلاص موجوده في اخر الفيديو يعني، بس ايه لما بس حبيت يعني اسابق اقولها لك دلوقتي، تمام. طب احكي عرفت ايه الشبه ما بينهم؟ تعال نشوف الديفرنس ما بين المانجيريال والفاينانشال اكاونتنج. اول حاجه اليوزرز كانت موجوده في الديفينيشن بتاعها على فكره، عمال اقولها كتير. فاينانشال اكاونتنج بتخدم الاكسترنال يوزرز، بتستخدم بتطلع بقى للانفستور، كريديتورز، الجفرمنت، يطلع الكل. خلاص والقصه دي مفروغ منها خلاص وعرفناها في فاينانشال اكاونتنج. اما المانجيريال لا، المديرين بس هم اللي بيستخدموها الانترنال يوزر. المدير يروح للمحاسب الاداري يقول له اعمل لي 1 2 3 يعمل له ساعتها. خلاص بس المعلومات دي ما تطلعش بره، دي اسرار. خلاص معلومات بتاعه المانجيريال اكاونتنج لو طلعت بره للكومبيتيتورز لا ده كده هيحصل كارثه. خلاص عشان كده انترنال يوزر بس. طيب اوبجكتيفز فاينانشال اكاونتنج هدفها ايه؟ فاينانشال اكاونتنج هدفها انها تبروفايد انفورميشن لمين او عن ايه؟ عن الاكتيفيتي ريزلت، عن الفاينانشال بوزيشن، عن الكاش فلو، خلاص والتفاصيل ديت كلها. طيب مانجيريال اكاونتنج ايه هدفها؟ هدفها انها بروفايد انفورميشن لمين؟ للمانجمنت. ليه؟ تو ريشنلايز زير الديسيجن. خلاص يبقى مانجيريال اكاونتنج هدفها انها تطلع انفورميشن تديها للمانجمنت عشان ريشنلايز الديسيجن. اما فاينانشال اكاونتنج بتوفر بس داتا عن ايه؟ اكتيفيتي ريزلت وفاينانشال بوزيشن والكاش فلو. طب الداتا فاينانشال اكاونتنج بتعتمد على اني داتا؟ بتعتمد على هيستوريكال فاينانشال داتا. دايما فاينانشال ستيتمنت يقول لك فاينانشال ستيتمنت للسنه اللي تمت. خلاص خلاص حاجات ايه قديمه. طيب او حاجات تمت بالفعل. خلاص وكل الجورنال انتري اللي احنا بنسجلها بتبقى لاحداث تمت بالفعل. طيب مانجيريال اكاونتنج بتعتمد على هيستوريكال، كارنت، فيوتشر، فاينانشال، نون فاينانشال داتا. بتعتمد على اي حاجه، تمام، هيستوريكال، كارنت، حاجات حصلت لسه هتحصل، حاجات في المستقبل، حاجات بتحصل دلوقتي، فاينانشال نون فاينانشال داتا. طيب امتى بنعمل فاينانشال اكاونتنج او امتى بنعمل فاينانشال ستيتمنت بتاعتنا؟ خلاص انفورميشن از بريبيرد ات ذا اند اوف ايتش بيريود. خلاص عند مثلا نهايه كل سنه، كل 6 شهور، كل 3 شهور او كل كوارتر يعني. خلاص بس المهم بيبقى ليها مده محدده لازم تطلع. خلاص بالنسبه للشركات مثلا اللي مسجله في البورصه لازم تطلع اخر كل سنه.
خلاص، واجباري عليهم، القانون الفرض عليهم كده. طب مانجر الاكاونتنج لا، ملهاش وقت معين، وقت ما المانجر يحتاجوا المعلومه معينه يشتغلوا المحاسبين الاداريين دول. خلاص انفورميشن از بريبيرد ان از نيدد، طول ما الاداره مش محتاجه حاجه خلاص مش هنشتغل، اما الاداره لما تحتاج حاجه لا ساعتها بقى هنشتغل. طيب الريبورتس، الفاينانشال اكاونتنج ريبورتس اللي بتطلع دي بقى توتال ريبورتس. يعني ايه توتال ريبورتس؟ يعني ريبورت بيبقى شامل مثلا اداء الشركه كلها ككل في اخر سنه، خلاص بيبقى فيه تفاصيل كتيره. تمام، وبيعتمد على الجاب او اي اكاونتنج ستاندرد عامه. تمام. طيب المانجيريال، لا مانجيريال اناليتيكال ريبورتس. اناليتيكال ريبورتس، خلي بالك من كلمه ايه، اناليتيكال ريبورتس، هعمل لك هايلايت عليها. تمام. الاناليتيكال ريبورتس دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الانفورميشن نيد اوف مانجيريال ليفل ان زير نمبر، مش بتعتمد على اي ستاندرد معينه او حاجه، لا دي مجرد اناليتيكال ريبورتس، المانجر هم اللي بيطلبوها. طيب ليفل اوف اوبليجيشن، عندك الفاينانشال اكاونتنج اجباري بالقانون، القانون فرض عليك انك تطبق الفاينانشال اكاونتنج في المنظمه بتاعتك علشان تطلع الفاينانشال ريبورت. اه از از مانداتوري اكاونتنج، ما هو مانداتوري اكاونتنج اجباري عليك. تمام. واجباري عليك كمان ايه؟ تطبق الاكاونتنج ستاندرد كمان الايشود باي بروفيشنال اورجانيزيشنز الايفرس والجاب اللي هي الستاندرد ديت يعني. تمام. طيب دي فاينانشال. طب المانجيريال، لا اوبشنال بروسيس، اوبشن براحتك، عايز تعملها تعملها، مش عايز تعملها ما تعملهاش، بس طبعا لو عملتها تبقى حاجه حلوه ليك عشان بناء عليها تقدر تاخد قرارات. بس المهم يعني فاينانشال اكاونتنج از ا مانداتوري اكاونتنج، حاجه اجباري، اما المانجيريال از اوبشنال بروسيس. طيب سابع حاجه عندنا ميجرنج اند ايفالويتنج بيرفورمانس. الفاينانشال اكاونتنج بتقيم او بتقيس اداء المنظمه ككل، هي از كونسيرند ويز ميجرنج اند ايفالويتنج، قياس وتقييم بيرفورمانس لايه؟ الانتربرايز از هول، بتقيم اداء المنظمه ككل. خلاص الفاينانشال ريبورت اللي بتطلع ديت بيبقى فيها تفاصيل عن كل المنظمه. تمام. طيب المانجيريال اكاونتنج، لا والله دي بيرفورمانس اوف ريسبونسبيلتي سنترز، اللي هي بتقيم اداء ديبارتمنت معين. تمام. يعني الريسبونسبيلتي سنترز ديت لو هنيجي للديفينيشن بتاعها، ليه اللي بتبقى ديبارتمنت او انتيتي معينه خلاص في جوه المنظمه. ماشي. طيب بعد كده اخر حاجه بقى عندنا الاوديتنج اوف ريبورت. فاينانشال اكاونتنج زي ما خدنا في ماده الاوديتنج، لازم يبقى في اكسترنال اوديتنج، واجباري عليه بالقانون ان الفاينانشال ستيتمنت اللي الشركات بتطلعها يبقى في اكسترنال اوديت يراجع عليها، ومن حقه يقول هل الاوديت الفاينانشال ستيتمنت ديت صالحه ولا غير صالحه. تمام. مانجيريال اكاونتنج، لا مانجيريال اكاونتنج القانون مش بيفرض عليه اي حاجه، ما فيش اكسترنال اوديتور خالص بيراجع الكلام ده، از نوت سبجكت تو اكزامينشن اند اوديتنج باي اوديتور، لا مش اجباري، او ما فيش اصلا الكلام ده، ما ينفعش اكسترنال اوديتور يراجع المانجيريال اكاونتنج ريبورت. تمام. دي كانت الديفرنس ما بين المانجيريال والفاينانشال اكاونتنج. نيجي بقى للديفرنس ما بين الكوست اكاونتنج اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت مع المانجيريال اكاونتنج اللي احنا بناخدها السنه دي. لو تفتكروا الكوست اكاونتنج كانت بتعمل حاجتين بس، ميجرمنت وكنترول. ميجرمنت لايه؟ للكوست، بتقيس تكلفه مثلا منتج معين خلاص، وبتعمل كنترول عليه عن طريق بقى الفايفو لايفو، بتراقب المخزون، بتراقب الحاجات ديت كلها خلاص. فالمهم يعني الكوست هي دوبك ايه؟ ميجرمنت وكنترول. لايه؟ للكوست بس، للكوست انفورميشن بس. اما المانجيريال، لا المانجيريال بقى الموضوع اوسع من كده، السكوب بتاعها اوسع من كده. طبعا تعالى نقرا الكلام، قال لك كوست اكاونتنج ومانجيريال اكاونتنج هما الاثنين سيرف وان بارتي ريبريزنتد ان مانجيريال، هما الاثنين بيخدموا الاداره خلاص. فبالتالي بيخدموا الانترنال يوزرز خلاص، لان المانجيريال او الاداره هي الانترنال يوزرز خلاص. فبالتالي اوجه الشبه ما بينهم ان هما الاثنين بيخدموا الانترنال يوزرز خلاص. اما بقى الكوست اكاونتنج بيختلفوا في ايه مع المانجيريال؟ بتختلف ان المانجيريال السكوب بتاعها اوسع، يعني سكوب المانجيريال اكاونتنج بتاخد داتا من كل حاجه خلاص، مش ممثله بس في الكوست انفورميشن، لا 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 لا، المانجيريال اكاونتنج اوسع من كده بكتير، هو بوردر سكوب زين كوست اكاونتنج خلاص. فبالتالي انا هعتبر المانجيريال اكاونتنج از كونسيدرد ان اكستنشن اوف كوست اكاونتنج، يعني خدنا كوست اكاونتنج وسعناها وطلعنا منها المانجيريال اكاونتنج خلاص. او ممكن برضو اعتبر ان المانجيريال اكاونتنج ديت حاجه كبيره وجواها الكوست اكاونتنج خلاص كده. طيب تعال نشوف اللي بعده، هاو از ابلكيشن اوف سيستم ابروتش. فاكرين السيستم، الديفينيشن بتاع السيستم، وطبقناه على الاكاونتنج اللي احنا لسه بنتكلم عنه من شويه. تعال بقى نطبق الكونسبت بتاع السيستم دوت على المانجيريال اكاونتنج. الاكاونتنج كان الانبوتس بتاعها داتا،
هل كانت فاينانشال داتا بس؟ اه كانت فاينانشال داتا بس. طب انها فاينانشال داتا؟ لا مالهاش دعوه بيها. لا هنا بقى في المانجيريال اكونتنج الوضع يختلف، هنا الانبوتس بتاعتها هناخده من الفاينانشال اكونتنج سيستم، فاينانشال اكونتنج العادي خالص. علشان كده بقى بقول لك ايه، الاوتبوت بتاع الفاينانشال اكونتنج بستخدمه كانبوت في المانجيريال اكونت. خلاص وخلي بالك من دي كويس قوي، الاوتبوت بتاع الفاينانشال اكونتنج بستخدمه كانبوت في الفاينانشال اكونتنج، ثم باخد انبوت من الكوست اكونتنج. مش احنا قلنا ان الكوست اكونتنج ديت جزء من المانجيريال اكونتنج، او المانجيريال اكونتنج دي اكستنشن من الكوست اكونتنج، صح كده؟ تمام. وباخد معلومات برضو من الاورجانيزيشن ستراكشر بتاع المنظمه، تمام. وباخد بقى النون فاينانشال انفورميشن سيستم اند اذرز. خلاص ممكن بقى اخد معلومات من الماركتنج، من الاتش ار، من البرودكشن، كل ده يعتبر نون اكونتنج انفورميشن سيستم. طيب ايه البروسيس اللي هتتم؟ البروسيس اللي هتتم ده بقى دي الماده بتاعتنا، بقى الماده بتاعتنا المانجيريال اكونتنج نفسها بقى، التولز اللي بستخدمها بريك ايفن اناليسيز، ريسبونسابيلتي اكونتنج، فاينانشال اناليسيز، انكريمنتال اناليسيز، كل الكلام ده اللي هناخده على طول الكورس بتاعنا. خلاص هي دي الماده اصلا. طيب ايه الاوتبوت بقى بعد كده؟ الاوتبوت بقى الريبورت اند الاناليسيز اللي بيطلع لنا. خلاص الريبورتس بتاعت المانجيريال اكونتنج ديت هي ديت الاوتبوتس، بعد كده نعمل فيدباك او الكنترول ونعيد البروسيس دي من اول وجديد. هنا بقى هيتكلم عن كل سيستم كده ديفينيشن صغير عنه، ان فاينانشال اكونتنج سيستم ده وان اوف ذا بيزك كومبوننتس اوف استيبليشن، اللي هو كومبوننتس من ضمن المانجيريال اكونتنج سيستم. خلاص وباخد منه داتا بستخدمها كانبوت ليا، والكوست اكونتنج نفس الكلام، باخد منه داتا بستخدمها كانبوتس ليا. خلاص زي كوست اوف داتا انالايزنج، البايرتي، بريبيرنج كوست بادجت، ميكينج تريد اوف بتوين الترناتيفز، كل دوت بستخدمه كانبوتس ليا في مانجيريال اكونتنج. ونفس الكلام برضه اورجانيزيشن ستراكشر سيستم، ده اللي هو اللي بيوضح لي الاثوريتي والريسبونسابيلتي بتاع كل شخص في المنظمه. خلاص بستخدمه في بستخدمه برضه كانبوت ليا في المانجيريال اكونتنج. خلاص وبجانب بقى كل دوت باخد برضه نان اكونتنج انفورميشن سيستم، زي هو الماركت برايس والكومبيتيشن كونديشن، افيلبل الترناتيف ان ذا ماركت، انترست ريت، انفليشن ريت، اوبورتيونيتي كوست، كل دوت يعتبر نان انفورميشن، نان اكونتنج انفورميشن سيستم، بستخدمه كانبوت ليا في عمليه او في مانجيريال اكاونتنج سيستم. بس وكده نكون خلصنا اول فيديو في كورس المانجيريال اكاونتنج، الفيديو دوت انترودكشن. وبدا بقى من الفيديو الجاي ان شاء الله هنعرض الكونتنت بتاعنا، وهنعرف احنا هنتكلم عن ايه في الكورس بتاعنا. يلا سلام.